اهلا فيكم ببنغلاديش. سلام من المدينة بقولوا انها الأسوأ في العالم للحياة حسب جميع التقارير، مع انه الحياة فيها ما بتهدأ. هاي المدينة مدينة الزمامير، مدينة الإزعاج والفوضى. سلام. والدولة اللي هي فيها دولة انتزعت حريتها واستقلالها بالدم من باكستان سنة 1971. تعالوا معي اليوم أخذكم لفة يا زلمة، اهدى. تعالوا أخذكم لفة تشوفوا شو في دكة، عاصمة بنغلاديش، أكثر مدينة مزدحمة بكل العالم. نايس تو ميت يو. نايس جوردان. بلشت يومي من وسط حي موجود شمال دكة. بعيد شوي، بدي ارجع على المدينه هلا بالقطار. تعرفت على هدول الناس هلا اجوا يحكوا معي وعزموني على شاي، فبس على السريع بدي اروح اشرب لي كاسه شاي. شاي اوكي. ثانك يو، فيري نايس. طبعا نادرا ما يجي سائح في نص هاي الاحياء، فدائما وانت بتمشي بتلاقي الناس بتجمعوا. عربي؟ تكلم عربي؟ عربي. Very good chai. Bangladesh like very much. Father, mother, Urdun, Jordan. Jordan, yes. Assalamu alaikum. High five. High five. High five. Pan. Very much. You like it in Bangladesh? Bangladesh. كل حدا هون تقريبا بحب اللي هي نبتة التنبول، بسموه البان. Okay. It's good. عشان هيك بتشوف الشعب كلياته سنانه حمر، وكلهم لما يتفوا بتفوا إشي لونه أحمر. هذا مو دم، هذا نبتة التنبول لما يأكلها ويحط فوقها هذا الإشي اللي هو مش عارف إشي كربوني ولا، بحول نبتة البان للون أحمر، وبعطيهم شعور بالطاقة زي اللي بيشرب قهوة، زي اللي بخزن قات في اليمن. هون عندهم نبتة التنبول. سيلفي. Thank you. How much this? No. You pay. نعم. Thank you. Don't know bad. السلام عليكم. وعليكم السلام. القرية كلها جمعت علي، بس أتوقع القطار وصل وراح علي. يعطيكم العافية. انبسطتوا هيك؟ الواضح هون هاي القرية اللي بيعملوه فيها إعادة تدوير لكثير أشياء. في عنا هون هاي الشغلات النحاس والحديد، وفي كمان القماش. كل الستات في هاي الحارة بعيدوا تدوير القماش. هذا كلياته جينز، فبتوصلهم الملابس المستخدمة الوسخة. الواضح انه بيقطعوا هاي الملابس وبحطوا الجينز مع الجينز، القطن مع القطن، البوليستر مع البوليستر، عشان يتم إعادة تدويرها. جيت على محطة القطارات. هاي هي المحطة. في عنا هون ببيع موز. سلام. والواضح انه في قطار بعد نص ساعه. You have chai؟ ايوه chai. هم chai. milk. yes chai with milk. What is this? milk. it's the milk. انت بتحكي عربي؟ ايوه انا معلم عربي. والله شيخ الشباب. ايوه انا شباب. والله انت معلم. انا شباب. ايوه انا سعودي عربا. هذا قطار الجاي يروح دكة؟ ايوه دكة روح. اوه انا رايح دكة. رايح دكة. انت سرعة. والله الشاي نار بس ما فيش وقت. انت صار. كم هذا؟ 10. الحق القطار. اجا قطار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. All good. All good. يا الله، أحد أهدافي لهاي الرحلة كان إني أطلع على قطار من قدام. بدي أجرب أطلع عليه من فوق بفيديو تاني. أعلى زمور بسمعه بحياتي أقسم بالله.
Very loud. So this train is going to Dhaka? Yeah, yeah. Nice. Bangladeshi people always come on the train like this. Yes, very good. اهلا فيكم في بنغلاديش. All good sir? Very good. What is your name? My name is Abu Sain. Abu Sain? Yes. You are from Dhaka? Yeah, from Dhaka. I'm from Odisha. And you like life in Bangladesh or you want to travel? It's very good. This whole city is Dhaka. Dhaka. محطة المطار لسه بدنا نوصل المحطة الثانية. اوكي؟ صديقي طلب هدية بده عملة من بلدي فقلت له هاي دينار أردني. بليز ثانك يو. ويلكم ذيس از دينار فروم جوردن. فيري جود. اي ام هابي. ماي بيج براذر از فيري جود. ثانك يو. طبعا القطار بمر من كتير شوارع فعم نشوف كتير اسواق بشيلوها وبحطوها لما يمر القطار. طلع معنا شخص ثالث. يا زلمه انتبه يا زلمه انتبه. سي هالو 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 هالو. الشاب اللطيف قال لي هلا اذا مسكوك الشرطه ممكن يخالفوك انك واقف قدام القطار فاخذني عنده على غرفه القياده. هون احنا في غرفه قياده القطار. يس مسلم. He has two Eastern. This what there is no any knowledge that person has two Eastern. I mean what I think that he is not even he's an idiot. Idiot yeah. في واحد رمى حجر على القطار فكسر الأزاز. في كتير ناس في بنغلاديش بيطلعوا بالقطار بهاي الطريقة لأنه بكون ما معهم حق التيكت فبيطلعوا على القطار من قدام أو من فوق أو من الجناب كمان. Dhaka Malibag Bazar. You like to play cricket? Yes. You are a good cricket player? Good cricket player. وصلنا على المحطة الرئيسية في دكة. إن شاء الله بفيديو تاني بنجرب تجربة القطارات الكاملة. اليوم بس اجيت من برا المدينة لجوا المدينة. Thank you, thank you. في شغلة ببنغلاديش انه مستحيل يكون عندك خصوصية فيها. يعني جيت قعدت هون لحالي صديقي من القطار اجى لحاله قعد معي وهذا الشاب بتطلعوا على موبايلي على شو بكتب الصور اللي عم بشوفها. فيش خصوصية هون. وطلبت اوبر ماتور هي بالطريق جاي لعندي. بدي اروح على واحد من البازارات المعروفة في المدينة في دكة القديمة. نشوف كيف شكل البازارات هون. Thank you very much. There you go. Give me 5 stars. Huh? 5 stars. 5? Rating. A 5, of course. Of course 5.
وصلنا دكة القديمة اللي هي أساس مدينة دكة. أول من عملت هاي المدينة كان اسمها جهنجير أباد على اسم السلطان جهنجير اللي كان حاكم المنطقة. وبعد شوي بحكي لكم عن تاريخ أكتر، بس شوفوا أنا وين وصلت. أوكي السلام عليكم. How are you Fine. Nice to meet you. How are you؟ كيف حالك؟ مخبرك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. مرحبا. كيف تشيكو؟ كيف أولاد؟ كله تمام. زين؟ أنت أولادك والعيلة وحبايبك؟ طمني عن أمورك. يا الله أكبر. مسلم؟ الحمد لله. أنت مسلم؟ مسلم. يس يس. طلب شيء؟ شكرا. أول شيء لفت انتباهي هون سوق السمك. في عندهم 1000 نوع سمك. والعجيب انه كتير منها لسه عايشة. Very nice. انا اللي مستغرب منه اكتر اشي الجمبري الصغير. اول مرة بشوفه. هذا كيف بتاكل؟ كيف بتاكل هذا؟ زي البزر؟ انجليش؟ عربي انجليش؟ ايور كانتي. هاي كينيا. كينيا. هاي كان نيمو. ما بتنشلح. ما بتنشلح. والله جاي عبالي اكل طبخة على هاد السمك، بس المشكلة ما عنديش مطبخ. انتوا شايفين كيف كل مكان بوقف فيه بعمل حوالي جمعة. هدول شكلهم صايدينهم من النهر وعطول جايبينهم على البيع، بس المشكلة النهر مقرف. يا إلهي، شايفين هذا النهر؟ ما بحياتي شفت هاي الكمية من الزبالة في مكان واحد. هاي المجاري. هاي مية المجاري. أي حدا بفكر يجي يزور دكة لازم قبل ما تيجي تكون مجهز أذنيك ومناخيرك، لأنهم حيستهلكوا. انا ما بحب كثير احكي على الشغلات السلبيه وانا مسافر، بس يعني هذول الشغلتين، الصوت، الازعاج والريحه في كل مكان. لهلا كل مكان تقريبا رحته، بس عادي يعني انا ما عنديش مشكله، بس بنصح الناس اللي جايين. منطقه اول دكه اللي انا فيها تاسست وازدهرت في القرن 17. كانت هاي من اهم المناطق في منطقه شبه القاره الهنديه من ناحيه كونها مركز كثير مهم للتجاره. لكن ببدايه القرن 18 بدأت تتراجع وتتنازل، لأنه الإمبراطور في هذيك الفترة عمل عاصمة جديدة لبلاد البنغال سماها مرشدباد، وبطلت هاي العاصمة فتراجع أهميتها بشكل كبير. أنا إلي كم من يوم مش حالق شعري، فبدي أحلق شعري قبل ما نكمل الجولة عشان يكون شكلي أحلى. I do zero zero yes like Johnny Depp. This style. You also do head massage? But you have new razor, huh? Razor new. أنا حاس إنه مش فاهم علي ولا كلمة، بس يلا. الناس مستغربين إنه واحد سائح جاي وبده يحلق. مش متعودين على المنظر. Your channel name? ابن حتوتة. Very good. والله طلع كويس. ايوه روح يا شيخ. وبيكالي ورمي. هامر. هزويش. هامر. 100 only 100 500 thank you all gift thank you so much. Saqib. Tea please. Thank you very much. Dollar. Yes. You want to give message to my followers? Subscribe him. My friend, new friend, Kashim. Right, Kashim? Yes. Oh, wow.
هذا البلد اللي على الاغلب ما حتجيب حياتك الا good. اذا كنت فيري جود ثانك يو. لما بدا البريطانيين يستعمروا شبه القاره الهنديه حطوا مدينه كولكاتا كعاصمه اللي هي البنغال الشرقيه او باكستان الشرقيه هاي المنطقه. فعشان هيك دكة بدأت تتراجع أكثر فأكثر. ولكن في نصف القرن التاسع عشر مستعمرة البريطانية بدأوا يزيدوا الحضارة في هاي المنطقة من العالم، عملوا فيها سكك الحديد، أنشأوا المستشفيات والمدارس وزادوا من تحضرها يعني، فرجعت تزدهر أكثر فأكثر، بس مستحيل ترجع للازدهار اللي كانت فيه في بداية القرن السابع عشر. تقريباً ولا إشي من هاي الأثار القديمة اليوم محافظ عليه، لكن إذا بتقرأ بتاريخها راح تلاقي إنه تاريخها جداً مهم. شوفوا ورا السوق هون في عنا مبنى ستايل المعماري واضح ستايل أوروبي قديم، يعني قاعدين نحكي يمكن من نصف القرن الثامن عشر أو التاسع عشر، يمكن عملوه البريطانيين، لكن اليوم كل هاي الأثار القديمة اللي موجودة في أول دكة زابلينها ما حدا مهتم لهذا المبنى. فعشان هيك اليوم أول دكة ما حتحس أبدا فيها بالعراقة اللي المفروض كانت زمان. السلام عليكم. عليكم السلام. How are you? أهلا. رباني كهان. ما شاء الله ما شاء الله. إنه لشرف عظيم مقابلتكم اليوم في هذه المدينة. السلام عليكم ورحمة الله. صراحة المبنى اللي ورا هذا أثار فضولي، فبدي أحاول أوصله أشوف شو فيه. الطريق للمبنى من هون بمر، إن شاء الله ما أكون داخل بيت حدا بالغلط. هذا سوق التوم. السلام عليكم. هاي اللي عندنا هون أعمدة بتمثل أتوقع مدخل هذا الإشي اللي هو يمكن واحد من مداخل المدينة كان. لقيت شخصين سياح جايبهم دليل سياحي، سألتهم عن المكان، طلع مبنى عمره 300 سنة. الحكومة حطت بخطتها انها ترمم هذا المبنى اللي وراي، لكن من 2013 لليوم ما في ولا شركة قبلت انه يشتغلوا على ترميمه. شكله حالي ما يقوس منها. شوفوا كمية التوم، بس توم بس توم. شايفين هاي الصورة؟ اسم هذا الشخص مجيب رحمن، بسموه هون بانجا باندو. هو كان أهم ناشط ساعد بوصول بنغلاديش إلى الاستقلال من باكستان، فبحبوه كتير هون، بسموه أبو البنغال. بانجا باندو يعني أبو البنغال. صوره موجودة وتماثيله في أغلب الشوارع، فعندنا هون صورة لإله جنب شودرغات، أهم محطة سفن في دكة. هذا أهم نهر موجود في مدينة دكة، متفرع من نهر الجانج اللي كنا عنده بالهند. إذا بتتذكروا لما كانوا يحرقوا الجثث، الفيديو اللي عملته وهم بيحرقوا الجثث في الهند، هاي نهاية النهر هداك. فلو إحنا طالعين بالنهر شفنا جثة على الأغلب بتكون جاي من الهند. أوه هذا فاتح لي سوبر ماركت على القارب. إيش في شيء؟ دشي دشي خلص شابوس كي هو ده. هذا المكان هو الميناء تبع دكة. إذا سافرنا لمدينة تانية بسفينة خلال الفيديوهات الجاية على الأغلب حنرجع هون عشان ناخذ لنا قارب. طبعا هون ممكن نمشي أبو 500 متر وكلها بس قوارب تطلع لمدن مختلفة. $500 money taka $500 yeah one hour time 50 okay 50 ريال. عند النهر في قوارب صغيرة ممكن تاخدك على الجهة الثانية. لا 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 حادث حادث. بلد هذا عجيب يا جماعة، كل شيء فوضى. شوف خبطنا
الجثث اللي انحرقت في الهند اشي منها على الاغلب بوصل لهون الرماد تبعها. على الجهة الثانية من النهر في كتير سفن مرمية. بلشت اسمع صوت ناس بغنوا زي اهازيج البحارة. ايه الله ايه هذا الدرج اللي بيطلع على السفينة. بدي أطلع من فوق أشوف شو فيه. وصلت إلى القمة. السلام عليكم. السفينة اللي أنا عليها أتوقع تقريبا مخلصة، لكن شوفوا السفينة اللي وراي لسه عم ببنوا فيها من النص، لسه فاضية تماما. والحي اللي موجود ورا هذا الميناء هو حي اللي بسكنوا فيه الناس اللي بيشتغلوا جوا هون. You know people work this work. How much money? 300 for one day. العمال اللي بيشتغلوا على هالسفن بقول لي بيطلعوا 300 تكة باليوم، يعني 3 دولار. Who are you country? Jordan. هنا تبنى السفن في بنغلاديش. تو بيكولو والله استناني الحج. بما انه في شوية هدوء اخيرا، خليني شوي احكي لكم عن تاريخ بنغلاديش. شبه القارة الهندية بالكامل كانت مستعمرة لبريطانيا تقريبا حتى سنة 1947، لكن بعد 47 طلعت بريطانيا من هون وتركت المنطقة وقسمتها على كيف اللي خلفوها. قسمتها لمنطقتين، الهند اللي فيها الناس اللي ديانتهم أغلبها هندوس، وباكستان اللي ديانتهم الإسلام. لكن كان في عنا منطقة باكستان الشرقية وباكستان الغربية. باكستان الشرقية اللي هي اليوم بنغلاديش، باكستان الغربية اللي هي باكستان. لكن بهذا التقسيم عنا مشكلة صغيرة، إنه ما بين باكستان الشرقية والغربية في 1500 كيلومتر، وكمان ما في تقريبا أي إشي بيجمع هدول المنطقتين غير الدين. ثقافتهم مختلفة، تاريخهم مختلف، فما بعرف كيف بريطانيا قررت هدول التنتين رح يكونوا بلد مع بعض. وهذا الشيء سبب كتير مشاكل ما بين اللي هي كانت وقتها باكستان الشرقية وباكستان الغربية. أحد الشغلات اللي صارت إنه منطقة بنغلاديش باكستان الشرقية كانت لغتها اللغة البنغالية، ما كانوا بيحكوا أبدا لغة باكستان اللي هي الأردو. مع هيك الحكومة لأنها كانت موجودة في منطقة باكستان الغربية رفضوا إنه يضيفوا اللغة البنغالية كلغة رسمية لباكستان، وهذا الشيء بلش كتير مشاكل وحروب ونزاعات انتهت بإنه بنغلاديش استقلت عن باكستان وصارت دولة لحالها. وكلمة بنغلاديش معناها في لغتهم بلد البنغال. ومن سنة 1971 وبنغلاديش دولة مستقلة، عندها نظامها الخاص، لغتها الخاصة، ثقافتها الخاصة. صعب ندخل بكل التاريخ هلأ، بس هذا اللي يعني مهم تعرفوه. بقين عربي معلوم انت في صديق؟ ما في عربي. كويس؟ يس. اللفة هاي كلها طلعت ب 400 تكة، يعني 4 دولار، وعطيته شوي زيادة. كاتشي باري؟ كاتشي باري.
এটা কাচ্চিবাড়ি ইসলামপুর পুলিশ বাড়ির সামনে গেলে পাবেন আচ্ছা হ্যাঁ 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 ধন্যবাদ يلا ما طلعناش بركشو هذا الفيديو شو هذا كله ماشي في الشارع مش على الرصيف ثانك يو حبيبي كم يا او سوري تعال هنا مدينة دكة هي المكان الوحيد بالعالم اللي بتعلق فيه بعجقة سير وانت ماشي على رجليك انا رح ارجع على الفندق بس بكرة رح نكمل لفتنا في دكة واسواقها وشوارعها صباح الخير يوم جديد في دكة اليوم طالع مع عمير عمير منور بنجلاديش حبيبي بوجودك من مواليد المملكة العربية السعودية وطالعين مع بعض نكمل لفلفة نتعرف على هالمدينة الغريبة الصباح عندهم عطلة من الأزمة فما في زحمة زي ما شايفين الأمور لسه بالسليم شوفوا هاي الزاوية هون حس حالك في بريطانيا هاي الباصات الطابقين المعروفة الدبل دكر في لندن بتلاقيها في لندن وفي بنجلاديش والله حلو طبعا الباصات الطابقين هدول احد نتائج الاستعمار البريطاني اللي كان موجود هون اللي انتهى سنة 47 ايش مكتوب هون Free Palestine ايه ومكتوب فيه انه يوم من الايام باذن الله حيرجع حرة فلسطين باذن الله لندن سويد ميناس هذا الركشو اللي احنا عليه بيسكر ايوه شوف هذا ذكرى شهداء بنجلاديش اللي حاربوا أيوة. في حرب التحرير ايوه حرب الاستقلال ايوه الاخضر خضار بنجلاديش والاحمر هو دم الشهداء الاحمر مش الشمس لا والله لا الاحمر احمر مو الشمس الاحمر في علم بنجلاديش الشمس لا تتحدى اتحداك هذه لا تحطها من خلص خلص يا جماعه في عندنا هون هودج هون تقدر تاخذ لفه فيهم في دكه هاو ماتش قطا 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 اجيب غربو ايه غربة قطا بقول لك الساعة ب 2000 تكة الساعة ب 2000 فهذا الهودج مع الحصان بيطلع الساعة ب 2000 تكة يعني 20 دولار شامل الحصان؟ شامل الحصان اكيد بدون الحصان غريب المنظر حاطين الأحصنة تحت الجسر تحت الجسر عاملين اسطبل خيول للهوادج بس في 1000 هودج هم اسمهم هوادج كلها سيارة سندريلا ايوه سيارة سندريلا هي الاسواق هون بتلاقي فيها كل شيء فماشي هلا بلاقي الزغاليل في عندنا كمان بط شايفين البط شكله حزين هذا اسمه اذا احنا نسميه بالبنغالي راجاهاش البط الملكي بق 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 لكل من تبحث عن البرنسس تريتمنت تعالوا بنجلاديش المفروض يعملوا الصوت الرسمي لبنجلاديش صوت الزمور مش منطق وكمية التلوث في الجو غير منطقية أنا كل يوم عم بروح على الفندق بيكون في على وجهي طبقة كاملة من الغبار والوسخ وحتى لما أغسل وجهي بنزل السواد الهواء أبدا مش نظيف أمراء بنجلاديش
دخلنا سوق الملابس. مش عارف شو. Good, how are you? السوق بالكامل معمول من شجر الخيزران. السلام عليكم. فهذا السوق هو أقدم سوق موجود في بنغلاديش. بنغلاديش. أقدم واحد. أقدم واحد. بخير. كيمو ناتشو. الحمد ماما. لله. الحمد لله. ما شاء الله. الدنيا. الحمد لله. تمام. كله تمام. الحمد لله. أنا كله تمام. أبو ده. كلاسين لا والله مش محتاج. بنغلاديش من أكثر الدول اللي بتصنع فيها ملابس لماركات عالمية زي ما بتعرفوا على الأغلب. فإذا بتيجي على الأسواق هون بتلاقي كتير بضاعة أصلية لكنها بتنباع بأسعار رخيصة كتير لأنها بتكون جينز فيه خيط طالع بقول لك هاي كواليتي غلط فما ببعتوه للشركة بضل هون وبنباع. حسب ما حكالي مش متأكد إنه هاي البلاطين هون أصلية. هدول بقولنا ليفايس أصلي. كم سعره هذا؟ سألته؟ هذا 350. إيه بتحكي عربي؟ أيوة أنا في عربي. ما شاء الله. إنجليزي عربي بنغالي شو كمان؟ كله. أيوة 350 هذا. 350. 350 تكة. أصلي هذا هذا أصلي. أيوة هذا أصلي. أصلي أصلي. أورجينال. شو شو أنا كم منتها؟ يا جماعة 350 تكة يعني 3 دولار. شو؟ أي 3 دولار. وشوف الكواليتي عن جد الكواليتي صراحة ممتازة. لا تستاهل. هون بتشتري الماركات الأصلية بعشر السعر. شوف هذا ليفايس؟ إيه ليفايس هذا ليفايس. لا هذا أنا كلم هذا أورجينال هذا ليفايس لا هذا الثاني هو ذا بوتين هذا. عريض. أوكي 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 شوف حقة الأورجينال هنا. حاطين لزقة فوق اللزقة الأصلية إيه. عشان ما تيجي الماركة الأصلية ويعملوا لهم مشكلة. شوف هنا. ما شاء الله. شايفين من جوا ليفايس. ايوه هذا اورجينال. هذا اورجينال 100%. 100%. هذا اذا روح ليفايس هي شوفوا يا جماعة. هذا ليفايس اورجينال. هذا اذا روح ليفايس كم سعره؟ هذا في 400. لا بليفايس ليفايس. يا جماعة الجينز إذا بنروح على ليفايس أتوقع بكون حقه قد إيه يعني على الأقل 50 دولار بده يكون. هون ببيعوه ب 300 تكة 3 دولار. شو اسم هذا السوق؟ هذا بونغو بازار. بونغو بازار. ايوه. وكل المحلات يبيع اصلي؟ ايوه في اصلي. انا اكلم انت شويه مشكله يجي هنا. اه. ايوه في ما في مشكله جو ثاني ما ثاني مركز. انت كيف تحكي عربي؟ هنا كله نفور يجي انا شغل هو اكلم ايش في. انت رحتي عشتي في السعوديه اردن وين؟ لا لا بنغلاديش. في بنغلاديش تعلمتي؟ ايوه. طب انجليزي تعلمتي برضه أيوة. في بنغلاديش؟ بنغلاديش انجليش عربي فلبيني انجليزي لو تسالها الحين صف خامس درس بس خمسه انا بس بس بعدين اشتغلي بعدين شغل ما في فلوس ما في زي كذا في بعدين ماما ما في بابا ما في افكار انا شغل كثير كويس انت ما شاء الله انا بدي بلوزه ايوه انا في بلوزه مين هاي عرابة السوق؟ هذا بودا هذا نابريزي هذا بيع ليش كوميشن هذا حرام الله ما بيحبك اه والله الله ما بيحبك ما بيجيو يا جماعة بتقولنا هذا زارة أصلي اتش اند ام اتش اند ام هذا بولو أوريجينال انت شوف يا أخي كيف بولو أوريجينال جاي على زهري اي انت شوف بولو زهري من متى بولو زهري؟ هذا ما في أورجينال أنت قال أنت شوف شوف هذا بولو. أري أورجينال كوستسوني. والله أعلم هاي أصلية أنا عندي زيها زيها زيها. بس شايلين التاج تبعها. هذا أصلي. شايلين التاج تبعها عشان ما يبين إنه أصلي. بس هاي أصلية. هذا شوف. أنجيلو لتريسو. هذا أنجيلو لتريسو أصلي. أصلي 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 كله كله مية مية ممتاز أنت كيف البان كويس؟ أنا تنبول أكثر من ما بي بان تنبول تنبول سادة كله تنبول سادة أيوه سادة سادة ما شاء الله أيوه مع السلامة إمسي أنت كيف يحكي عربي؟ أنا عربي هنا 40 سنة ما شاء الله هذا شغل بنغو بازار ما شاء الله هذا كويتي دبي امريكا كله يجي هنا طياره شغال هاي البلايز يا جماعه برضه كلها ماركات بيقولوا لنا اصليه شوف ايه تقولوا بيقولوا لنا والله سعر تذكره تيجي على بنغلاديش تتسوق بهذا السوق وتروح ارخص لك ما تروح على براند على المول
والله توفر وتروح والله أرخص مرة تمام كيف؟ كم هذه سعر؟ هذه أصلي؟ 300 وهيك بنكون طقمشنا في بنغلاديش والله هي اللي طقمشتنا إيش اسمه؟ ربيعة ربيعة أنا علقت بالسوق مش عارف أطلع شفت هذا شو رأيك؟ حلوة أوريجينال هذا اللي أنا لابسه قميص صيد صيد سمك من هاي الشركة اسمها ماجلان How much? 850 850 8 دولار أنت بايع وأنا شرة السلام عليكم شو كيف السوق؟ والله رهيب كيف بالله وأنا أضبط أنا أبداً مش تبع ملابس بس يعني تيجي هون تيجي هون تحس حرام تطلع بدون ما تشتري إشي آخر شيء قبل ما أطلع بس بدي أشتري طاقية بنغالية يعني أحس حالي في بنغلاديش هاي الطواقي كلها أصلية؟ أوريجينال؟ نو أوريجينال إكسبورت وي إكسبورت في لندن بس إتس أوريجينال أو نو؟ أوريجينال كواليتي أوريجينال كواليتي بس نوت أوريجينال لأنه شوف أنا أقول لك الملابس تصنع في بنغلاديش الطواقي والأحذية الله يكرمك تصنع في فيتنام والهند والدول هذه نورث فيس بس هاي فيرست كوبي هاي مش اصليه از جود 150 اوكي 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 جيف نوت وي ار هول سيلر وي ار نوت ريتيلر هو ما يبيع قطاعي باع قطاعي عشانك لان شافك سايح عند ضيف عندنا Come on, give me a hug, man. Give me a hug. Thank you very much. والله شعب بنغال very nice. السلام عليكم. السلام ورحمة. السلام عليكم. ما هي نظيفة؟ إيه. جاء بالي أنا عنش بعصير قصب سكر. والله حل الامها لقصبة السكر فاول ما يحط قصبة السكر بتدخل على الثلج فبنزل عنا عصير قصب السكر بالثلج استنى شوي هذا ثلج ايه ثلج ايوه ثلج مش مية نظيفة بعملكم ابديت بكرة الصبح اذا اصابني تسمم او لا يعطيك العافية والله بتتعبوا والله بتتعبوا هدول الناس اقسم بالله كل قرش بيطلعوه حلال حلال فيهم اصحاب الركشو هذول يا جماعة كل شهر بيستأجروا الركشو تبعهم وبيدفعوا اجار للزلمة اللي معطيهم اياه وين هون ازكى مطعم يا عمير شوف عندك هنا قدام اقدم مطعم بيراني برياني ايه والله هذا البرياني هذه برياني تسلم ايديك وصل الاكل البرياني تعتبر الاكل الاشهر في بنغلاديش ولسبب ما في هذا المحل اللي احنا فيه اسمه حجي برياني بيحكوا انه عنده ازكى برياني والاكل هون لازم يكون في اليد قول بسم الله الله هذا بعد الأكل دائما عندهم هذا المشروب اسمه بوراهاني يتكون من خلطة غريبة ايش فيه بالله كزبرة فلفل فلفل أخضر يحطوا فيها الزبادي زبادي ايه كزبرة وبعض البهارات مشروب تحسه دواء مش عارف شو جاب الحليب على الكزبرة على الملح على السكر على البهارات على
خلطة نكهات لذيذ. Italy. You should know by Airbus. Part of the beach. So you parla italiano? Grazie, grazie. Dottor Cippo, mantacoloni, pizza, margherita. Grazie mille e ci vediamo proprio quando ci... Grazie mille, grazie mille. Grazie a te. Pizza, margherita. La... Wa alaikum assalam. Ya nal. تعرف ايش المشكلة في بنغلاديش؟ ايش المشكلة؟ انه ما يحتفظون بالتراث، بالتراث البنغالي. كيف يعني؟ ما يهتمون فيه. تعال 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 دعمك يا زلمة لا تموت. لا ما عليك. مثلا في بعض المساجد عندنا في بنغلاديش اعمارها فوق 100 سنة ما يحتفظون فيها. ابدا. اي في معابد لكن ما في اهتمام بالتراث، ما في اي شيء. للأسف. للأسف. لليوم يمكن بنغلاديش أسوأ بلد بشوف فيه القيادة، فشوفوا البساط من الجناب كلياتها بتكون زي هيك، وهذا لسه باص كويس. شوفوا شوفوا هذا باص ممتاز شكله جديد، بس باقي البساط كلياتها مطبشة من الجناب، لأنه عندهم عادي شكله أنك تخبط باللي جنبك ولا إشي يعني، صح؟ ما في مرور. ما في ما في مرور اصلا، عادي تخبط لجنبك وتنزل تتضارب وبعد كده تطلع السياره وتمشي. ما في شرطه تيجي تعمل كروكه. لا اذا انت قوي تقدر تاخذ حقك، اذا انت ضعيف ما تقدر تاخذ حقك. شوفوا شوفوا يا جماعه شوفوا، كل لحظه في حادث. ثانك يو حبيبي. حلو هون تمشي مع السيارات عادي. مع الفوضى والتلوث متعب، بس هلأ بدي أخذكم معي على منطقة ثانية في دكة عشان ما تحكوا لي أنا بغاوز. فرايحين على أكثر منطقة راقية في المدينة، نشوف كيف الاختلاف ما بين دكة القديمة وبين دكة الجديدة الراقية. طلعنا على جسر، شوفوا ما أنظفه، شايفين بلمع والمدينة تحتنا. عم نعدي المدينة بالكامل، تحتنا هلأ على الأغلب في أزمة سير، فعشان تطلع على هذا الجسر بدك تدفع 100 تكة اللي هي بتطلع دولار. شوفوا هلأ لما نزلنا من الجسر، شايفين الأزمة؟ هاي الأزمة عديناها، يمكن هلأ وفرنا على الأقل نص ساعة لساعة. قد إيه وفرنا وقت؟ قرابة ساعتين. ساعتين؟ وصلنا. Nice to meet you. Yes, nice to meet you. وصلنا منطقة أثرياء بنغلاديش. جايين على جلوريا جينز، هذا يعتبر من الكافيهات الفخمة جدا هون. بالعادة بيجوا حتى الأجانب. زيي. والله فخم. ما صورت كثير جوا، بس هذا نوع الكافيهات اللي بيجوا عليه الأغنياء هون، يعني كاستين القهوة وحبة كيك طلعوا علينا ب 15 دولار، وهو سعر طبعا كتير غالي بالنسبة لبنغلاديش. فلما تيجي هاي المناطق بصير كل شيء غالي فجأة، مع انه بنغلاديش دولة رخيصة. طب خلينا ناخذ لفة بمنطقة قلشان. ناخذ بالركشة. بالركشة يلا بالركشة. شوفوا المباني في قلشان، تحس انها منطقة اخرى. حتى اللي بيسوق الريكشا واضح انه هون بيكون منظم شغل الريكشوز، لانه لابس العاكسة. هذا شركة. شركة؟ ايه والله. فهذا حق منطقة قلشان اثنين، ما يقدر يخش قلشان واحد. شوفوا المباني هون فخمة نوعا ما مقارنة بالاماكن اللي كنا فيها. ان شاء الله باذن الرحمن خلال سنتين او ثلاث سنوات الجاية ما حتشوف الاسلاك هذه باذن الله. مرة متعبة عضلات بيكون عندهم في رجليهم.
اسمه رويال مليار. يعني الترتيب في هاي المنطقة أعلى بكثير من المناطق الأخرى اللي كنا فيها. شوفوا الأبنية، شوفوا الإشارات، الناس، الشرطة. السلام عليكم. هدول ليش نقلينهم زي الدجاج؟ آه هذا ركشة. تعرفوا اللغة البنغالية لغة مثيرة للاهتمام، لأنه الخط لما تكتب اللغة ما بتنكتب فوق الخط وإنما تحته، يعني الأحرف بتكون متعلقة على الخط تعليق. شايفين هون عندنا خط في الأعلى والأحرف متعلقة عليه، في عندنا خط فوق والأحرف جاي تحته. Have you an YouTube channel? Yes, I have YouTube channel. This is not for my mother, you know. What is your name, your channel? Ibn Hattuta. You have a pen and a water, paper. 250. تمام تمام. إيش يقول؟ مبسوط لأنك صورت سيارته. أوف. Okay. وقاعد يسأل مني هل ولد يقدر يشوف هذا عشان له ولده في القرية. شوف اتصل عند ولده يا جماعة. شوفوا قد الناس بسطين هون. شوف اتصل، اتصل على ابنه قد ما انبسط اني عم بصور بسيارته، في حدا اجنبي عم بصور بسيارته. كل ما اشوف هالباص بحس حالي في لندن. Are you from London? You are from London? لا بنغالي. اه بنغالي يا زلمة، والله فكرتك بريطاني. والله ما انت اردني. انا عربي معلم. ماشي سلام. عربي معلوم. انت كيف بتعلم عربي؟ وين؟ انا في اول سعودي. انت سعودي؟ وين؟ في الرياض مكة؟ انا في رياض طائف. رياض طائف. انت روح سعودية يشتري دباب ويرجع؟ ينزل ثاني ينزل. انا من 6 سنة في موجود. ما شاء الله ما شاء الله، تشرفنا. بعد ما شفنا المنطقة الفخمة في دكة، جينا على أفخم مول في دكة. إيش اسمه؟ جمنا فيوتشر بارك. جمنا فيوتشر بارك. هاي هي ساحة المول، وصلنا على الوسط. في عنا هذا المحل اسمه أستوريان. هذا نفس فكرة السوق اللي كنا فيه الصبح، ولكن بيبيعوا بأسعار أعلى لأنه محل مرتب في مول، بضاعة أصلية لكن بيبيعوها ستوك. ندخل عادي. شوفوا هدول البلايز حرفيا نفس اللي شفناهم الصبح، حرفيا شفت نفسها هاي الصبح. كانوا بيبيعوها ب 200، هون 560. This is original, yes? Yeah. It's all original. Yes. Guess what? Yeah. Guess it's a brand. Left. These are all. No. Guess what? Correct. I'm asking you. Guess what? You know where I'm from? Maybe Saudi. Jordan. ما شاء الله. حرفيا هاي البلوزة شفت زيها الصبح، حرفيا كانت نفسها، كانت ب 200. اوه 1129. قلت لك انا. واو اسمعوا نفسها حرفيا هاي البلوزة شفتها الصبح. هنا ايش الحلو؟ اه ما يحتاج تتعب. هناك يبغالك تتعب تدور دور دور، هنا خلاص انت تقول له تتعب. هون هم مفلترين جايبين البضاعة النظيفة وحاطينها عندهم. ايوه. هناك ممكن ما تحصل مقاسات وزي كذا، هنا خلاص هم فلتر وكل شيء خلاص حطوا على المقاسات وخلاص. If you buy it from guest, how much is it? Original, like from guest shop in America. It will be 4,000 or 5,000. Wow. Maximum our garments collection go export outside because these are all leftover product and some shipment cancelled products. So. Amazing. Find original one but lower price. Lower price. Yeah. هاي البلوزة براندها فيلا. في جوتشي. جوتشي نشوف كم حق الجوتشي. هذه جوتشي. 511. Yes. بلوزة الجوتشي $5. You have this one medium or large? Discount product we don't have available size. شوفوا يا جماعة فيرزاتشي. هاي حقها $25 بس فيرزاتشي أصلي. كلها هاي منتجات ليفت اوفر، يعني بيكون فيها خطا مصنع صغير بخلوها هون وبيبيعوها باسعار بسيطه. اخر فتره طالع ترند الاوفر سايز، فهاي البلوزه ماسيمو دوتي شايلين التاج تبعها عشان حقوق الابصر. شو
حقها 1600 يعني 16 دولار. انا هاي البلوزة عندي زيها اجتني هدية من فترة، اتوقع حقها كان 45 دولار. ايش هذه فيها التاج؟ اه ماسيمو دوتي، فيري نايس. اجيت اختم يومي باكلة بنغالية ما بعرف شو اسمها هون، بس بالهند كان اسمها باني بوري. بحط جوا الخبز المقلي، ما بعرف شو اسمها هاي بوري، بحط جواها خلطة فيها حمص وبطاطا وكزبرة، بعدين بعطيك الصحن عشان تختار نكهة المي اللي بدك تحطها فيها. عزان صلي صلي. هذا مرة كويس، هذا مرة مرة لذيذة مرة. الله يستر من معدتي. بس بنهاية اليوم أحكي لكم رأيي الصريح ببنغلاديش. صحيح هاي البلد كتير مزعجة، تلوث، فوضى، متعبة، ولكن أكون معكم صريح، استمتعت اليوم عن جد، كان ممتع هذول اليومين. الناس هون يعني بالرغم من كل المشاكل لكن طيبين جدا، كريمين، لطيفين، الأكل كان زاكي. تجربة جديدة، يعني ما بفضل أعيش في هاي المدينة، لا مستحيل أعيش هون، ولكن أني أجي أشوفها لمدة يومين كشخص بحب المغامرة والترحال كانت تجربة ممتازة. فهيك إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي في جولة في أزحم مدينة بالعالم. شكراً لعمير كان معنا اليوم، يعطيك العافية حبيبي، الله يسعدك. كثر الله أسفاركم وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلام، نراكم في الفيديو القادم من بلد جديد، أو يمكن حتى من بنغلاديش، مش عارف، هينا مسافر مع بعض، بدنا نكمل لك كل دول العالم. إن شاء الله انبسطتوا في هذا الفيديو، كيف الأهل الأولاد، يعطيكم العافية، والله انبسط فيكم، والله يسعدكم حبايبي، والله ما قصرتوا اليوم. شفتوا الصبح كيف كانوا الشباب؟ والله الله يسعد حبيبي، الله شكرا شكرا.